اب میں ہمارے ارشد محترم اور دارالعلوم العربیہ الاسلامیہ جودھ پور کے شیخ الحدیث اور وہاں کے قدیم استاد اور حضرت مولانا عبد الکریم ولی الندوی جو ہمارے علاقے میں علوم الاسلامیہ کے حوالے سے اور عربی کے حوالے سے ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور جن کا یہ امتیاز ہے ہمارے لیے سب کے لیے عزت و فخر کی بات ہے کہ دارالعلوم ندوۃ العلماء جیسے عالمی ادارے میں جو عربی ادب کے حوالے سے ملک بھر میں نہیں دنیا بھر میں شہرت رکھتا ہے وہاں کے النادی العربی ایک بہت ہی امتیازی ادارہ ہے اور اس میں کسی کا عمید النادی العربی بننا یہ اس کے لیے علمی سند کی حیثیت رکھتا ہے. حضرت مولانا عبد الکریم ولی الندوی صاحب اپنے زمانہ طالب علمی میں ندوۃ العلماء لکھنؤ میں النادی العربی کے عمید رہے ہیں. تو میں حضرت مولانا سے ادباً گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور النادی العربی کے طلباء کے لیے کچھ ناصحانہ موعظہ فرمائیں عربی زبان میں. النادی العربی کے طلباء بھی مشتاق رہیں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم رسله وانبيائه اجمعين الذي اوتي جوامع الكلم وعلى آله وصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سادتي الأفاضل العلماء الأجلة وإخوتي الطلبة، أنا أعتقد نفسي في عداد الطلبة دائما كلما أخاطبهم وألقي إليهم كلمة فأعتقد نفسي من المتمرنين والمتدربين على التكلم. إخواننا الطلبة في النادي العربي قد سلطوا الأضواء على أهمية اللغة العربية وعلى مكانتها، فليست هناك حاجة إلى إعادتها. أقول لإخواني الطلبة أي أمر من الأمور سواء كانت دنيوية أو الدينية، الأمور تحتاج إلى جد ومثابرة ومداورة. إن العلماء والأسلاف والناس البارزين الذين تألقوا في عالم الفنون هم الذين قضوا حياتهم في الدراسة والمطالعة ولم ينقطعوا عنها يوما بل ساعة. المثابرة والمداومة تؤدي دورا رئيسيا في تفتيق الخرائح المكنونة في إبداء
المؤهلات الخفية في صدور الطلبة. فأنا أوصي دائما إخواني الطلبة بأن يداوموا على المطالعة والدراسة. العلماء الذين لهم مكانة بارزة في مجتمعنا، لهم خدمات جليلة مرموقة في محيطنا، لهم مؤلفات رائعة نطالعها في مقدراتنا الدراسية ونتصفحها. هم العلماء الذين كانوا شغوفين بالمطالعة، كانوا مولعين بالدراسة. فإن الشغف والمثابرة منحتهم النجاح في أمرهم وفي مجالهم وفي دراستهم. إننا نحن الطلبة نبذل الجهد مثلا في تعلم اللغة العربية، إذا حثنا أستاذنا على تعلم اللغة العربية وعلى تكلمها ونطقها وكتابتها فتعلق في قلوبنا رغبة شديدة، فنبدأ المطالعة، نبدأ التكلم، نبدأ المحادثة، ونبدأ مجازفة أطراف الأحاديث بالعربية، ونتكلم فيما بيننا، ونكتب، ونتخاطب يوماً أو يومين أو ثلاثة أيام أو أسبوعاً أو أسبوعين أو شهراً أو ثلاثة أشهر، ثم يتطلق إلى قلوبنا الياس، ثم نتراخى، ثم نتكاسل ونترك الجدة، ثم تطول هذه الفترة وتفطر رغبتنا. إن النجاح لا يتأتى ولا يتسنى هكذا. نحن نشعر الأساتذة، نحن الذين قد قضوا 15 سنة في التدريس في المطالعة، نحن إذا انقطعنا عن المطالعة، إذا انقطعنا عن الكتابة، إذا انقطعنا عن المحادثة، فنشعر بالنقص. فكيف أنتم وأنتم في بداية أمركم؟ فلا بد لكم أن تثابروا وتواصلوا الجهود، تواصلوا الليل بالنهار والنهار بالليل، وأن تداوموا على المطالعة ولو قليلا كل يوم، ولو عدة أسطر كل يوم، ولو صفحة واحدة كل يوم، لأن قليلا دائما خير من كثير ينقطع، قليل دائم خير من كثير ينقطع. إن الماء أو إن السيل إذا جرى، إذا سال الوادي في موسم الأمطار فيسيل الماء الكثير، ولا وإنه يسيل ويثير غوغاء، يثير صيحة، ولكنه يمضي ويجري في ساعة أو ساعتين، ثم لا يكون هناك أي أثر لذلك الماء ولذلك السيل. ولكن الماء إذا جرى، إذا سال من الأعلى إلى على صخرة قطرة، فإن ذلك الماء يؤثر في تلك الصخرة الصماء.
فلقد قال قائل من الشعراء اطلب العلم ولا ترجع من مطلب فآفة الطالب أن يرجع أما ترى الماء بتكراره في الصخرة الصماء قد أثر فالأمر الذي يلعب دورا هاما في تفتيق قريحكم العربية هو المداومة على المطالعة وعلى الدراسة وعلى التكلم وعلى المحادثة وعلى النطق بهذه اللغة الحبيبة. فيجب عليكم أيها الطلاب أن تغتنموا هذه الفرص. فأنا أعتقد أن هناك أساتذة ماهرين، أساتذة ماهرة بارعين في اللغة العربية، وأنا لا أبالغ إن أقول أن آراءهم السديدة الجوية وأن رحلاتهم الممتعة قد سارت بها الركبان. إنها قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي والناس يستفيدون منها في الهند وفي خارجها، وهذا فخر لكم وافتخار لكم، وهذه سعادة كبيرة لكم أيها الطلبة. إن الطلاب في المدارس الأخرى هم يتمنون أن يكون لهم أساتذة مثل هؤلاء البارعين في اللغة العربية، البارعين في كتابة اليوميات، البارعين في كتابة الرحلات الممتعة. الناس يعجبون به ويبدون إعجابهم، ونحن نرى ونشاهد ونجرب ونقرأ في مواقع الاتصال. فأنا أوصي إخواني الطلبة أن يغتنموا هذه الفرص المتاحة، وأن يقدروا هؤلاء الأساتذة حق قدرهم، وإلا فيندمون في الوقت الآتي في الوقت المقبل، ولا حين ساعة مندم يعرضون على بنات الندم: ليتنا نقضي أساتذتنا، ليتنا نفعلنا هكذا. ولكن هذه البلد لا تنفعهم ولا تجديهم شيئا. فإخوتي الطلبة، جاهدوا وصابروا، ثابروا وباصلوا الليل بالنهار في تحصيل العلوم الدينية وفي إحراز القصد، إحراز المهارة في اللغة العربية. إن المهارة فيها تتطلب جهدا وتتطلب وقتا، لا يتأتى ولا يتسنى هكذا، عفوا، إنها يتطلب الجهد. وليكن شعاركم: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، ومن قالت الأعمال إلا لصابر. فإذا أردت القمة فلترفع الهمة. إذا أردت أن تكون مقيما على القمة، أن تكون صاعدا على الجبل الشاهق، فعليك أن ترفع همتك وإرادتك. وإن الذين بلغوا المزد، بلغوا القمة، بلغوا مقاما رفيعا في المجتمع وأثروا في المجتمع وفي الناس، هم الذين كابدوا المزد، تدشوا المشارق، فكابدوا المزد حتى مل أكثرهم وعانق المزد من كان أوفى وصبرا. لا تبلغ المزد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المزد حتى تلعب الصبي. فإن الوقت يطول، ولا أريد أن أطيل الكلام هناك، ورغم أنني أرغب في التكلم، لأنني أشعر بأن الطلبة هم يستمعون إلي ويفهمون كلامي، ويبدو من وجوههم لأنهم تلاميذ أستاذ البارع. ف
فأنا أشيد بهذه الجهود، جهود هؤلاء الأساتذة الماهرين البارعين، وأنا أشيد بجهودكم بأنكم فضّلتم أنفسكم إلى مثل هؤلاء الأساتذة والمعلمين، وإنكم إن واصلتم جهودكم، إن استعدتم واستمرتم في الاجتهاد، فسيكون لكم شأن أي شأن في المستقبل وفي خدمة اللغة العربية، وسيكون لهذه الدار شأن في المدارس الأخرى وشقيقاتها الأخرى، لأنني على علم جم بأن هذه الدار هي التي تمتاز بتحديد حصة للغة العربية طيلة السنة طوال العام، وأنتم تتعلمون اللغة وأكتدت لها حصة، أنا علم بأنها أكتدت، وأن هذه الدار هي التي تقوم بتنظيم يوم عالمي للغة العربية، وهذا تميز لهذه الدار في مدارسنا في غرب راجستان، وهذا فخر لكم، وأنا أكتفي بهذه الكلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.